يرحمه احسن الله، ابويا كان دايما بيقول لي حاجه لما بغلط وبعمل اي حاجه غبيه، كان يقول لي يا ابن البني ادم الغبي يغور في 60 داهيه. وده بالظبط اللي انا توقعته بعد فيديو حنين حسام اللي هي بتقول فيه 3000 دولار والكلام ده، وهتقعد تتكلموا وكلام. قلت بس البت دي عبيطه وش، لانها بتسلم نفسها، واعتقد اللي كلمها على ان هو تلم له بنات علشان اللايف والكلام ده طلع راجل عبيط اساسا، ان هو كلم واحده زي حنين بيتوتيه. فواحده بيتوتيه غباها وداها في 60 داهيه، خلاها ممكن تكون عبره لمن يعتبر في عالم التيك توك. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفك هتقول لي بالدفع يا حنين، خد تعالى خد يا ابني، انا مش بكلمك من قدام الكاميرا دي بقالي 7 شهور وقاعد في نفس الحته ونفس الاوضه دي ونفس الكرسي ده، هعرف حنين حسام منين يا ابني؟ يا ابني انا بكلمك في حاجه طبيعيه، حاجه بشوفها في عيد بعيني. هل مثلا انا ضد الاخلاق الحميده؟ لا طبعا، بس لو احنا عايزين نتكلم على ان احنا عايزين منظومه اخلاقيه كويسه ونسيب الاغراض بتاع اللايفات والكلام ده، طب ما نقفل البرامج دي وندعم عدم وجودها في مصر. طب طالما احنا عايزين كده وعايزين بقى ننظف البلد وننظف الدنيا، طب مثلا احنا بنخاف على اخلاق الناس، طب ما نروح نشوف سما المصري اللي بتاخد الناس على برنامج لوبس لايف والكلام ده، ولا سما حلال وحنين حرام، وحنين بتجيب اداب وحنين وسما بتجيب اعلانات، يعني ما حدش فاهم حاجه. بس انا عايز اقول لك، هو مشكله حنين حسام والحاجه اللي تتاخد عليها والحاجه اللي هي حنين هتلبس سبعة، الفيديو اللي كان 30 سنه اللي هي بتقول فيه انا عايزه بنات علشان خاطر في لايفات والكلام ده، ده كان اكبر غلطه عملتها حنين حسام في مسيرتها على التيك توك. سيبك من الهبل اللي هي كانت بتعمله، لان الهبل اللي هي بتعمله ده في ناس كتير قوي بتعمله على التيك توك، وفي ناس كتير هتفضل تعمله بعد التيك توك. طيب معنى ان حنين حسام متقبض عليها، هل برامج اللايفات دي مش هيكون فيها مصريات؟ اطلاقا يا حبيبي، يا حبيبي حنين دي كانت واحده بيتوتيه عملت تيك توك، بعد كده لقيت الناس عجبها، وبعد كده عملت تيك توك تاني وفضلت تكتر لحد ما الناس كترت عنها بزياده، بعد كده عملت لايف الناس اكتشفت ان دي ما بتعرفش تتكلم عربي ولا بتعرف تتكلم انجليزي ولا بنت بتعرف تتكلم اساسا، وبنت بتخاف ان هي تحط الكاميرا قدامها وتقعد تتكلم. فتخيل بقى الوضع كان بالنسبه لها عامل ازاي لما حد يقول لها انسه حنين احنا عايزينك تكوني وكيله عندنا وتجيبي لنا بنات وتاخد عليهم فلوس ولايفات والكلام ده، كانها مقاوله انفار، بس مقاوله انفار بطريقه تانية خالص. هل حنين هتكون اختيار ناجح في الموضوع ده؟ اعتقد ان هي كانت خيار فاشل للي اختارها، وهي اساسا نفذت الموضوع بالغلط، اللي هو يا بنتي في حاجه هتوديك في داهيه، تطلعي تقول للناس احنا هنعملها، طلعت قالت للناس ان احنا هنعملها. طب خلاص بقى يا بنتي، قلنا لك البني ادم الغبي يغور في 60 داهيه. قعدت عياط امبارح وقعدت تقول لي طب ما الفنانين بيعملوا لايفات، طب ما الناس بتعمل لايفات. يا حبيبتي ما حدش بيعترف على نفسه زيك، انت اعترفتي على نفسك وان انا بدور على بنات اشغلهم، اللي هو ايه بجد يعني؟ مفيش حد من اصحابك كده قالك يا حنين يا حبيبتي انت بتودي نفسك في داهيه، ولا كلهم قاعدين شمتانين فيك ويقول لك البت دي كانت فجره وطلعت لبره؟ ما هو بصراحه يعني اي حد يكون بيحبك بعد ما شاف لك الفيديو ده يكون بيقول لك يا بنتي احذف الفيديو ده واطلعي اتاسفي على الهبل اللي انت قلتيه. انت كمان طالعه، لا طالعه تدافع عن نفسك، وطلع اي حد بيعمل رياكت عليكي طالعه تتكلمي ان انتوا اللي غلطانين، ما اكتشفتيش ان انت اساسا ملبسه نفسك وموديه نفسك في داهيه بسبب الفيديو اللي انت عملتيه؟ بصراحه مش عارف ادافع عنك، لان انا بحبش البني ادمين الاغبياء، وانا بكره البني ادمين الاغبياء اساسا اللي بيودوا نفسهم في 60 داهيه. طيب يا بنتي يعني ما كنت عملت زي مواد كده، مواد اتسرب لها حاجات زائد 18 وعادي، يعني الحياه بالنسبه لها فريش والموضوع عادي ايزي بالنسبه لها. انت بقى ايه يعني بتلبسي نفسك وفي الاخر هتطلعي تقولي تعيطي؟ مستقبلك ضاع، مستقبلك ضاع بسبب قضيه شفافه وقضيه التحريض على الفجور وكلام اللي هو الكلام اللي هو ممكن تلاقي القضيه ما تعرفيش انت هتحكم عليكي بايه، لان ما حدش جرب القضيه دي قبليكي، فهي القضيه دي لبساكي انت علشان خاطر في حد عايزين نعمله عبره لمن يعتبر، والموضوع جه فيكي انت. هل مثلا زي ما قلنا التوقف على اللايفات دي من مصريات؟ اطلاقا يا حبيبي، اي واحده عايشه عندنا في مصر عندها حبه جراره وقلت لها هديكي فلوس هتقول لك قشطه معاك وامين. يعني الموضوع مش موضوع حنين، حنين مش اتقبض عليها خلاص بقى النظافه والمجتمع المصري والمجتمع بيحب الناس النظيفه. ما كانش عندنا ناس اساسا اتشهروا من زمان ولسه مشهورين لحد دلوقتي وبقوا نجوم جماهير وبقى معشوقين الجماهير ودلوقتي بقوا اساطير في عالم الفن؟ ما هم بداوا كده. واعتقد كمان ان ما اتمناش ان حنين بعد ما تطلع من الازمه اللي هي فيها تلاقي عروض للتمثيل والكلام ده علشان خاطر يتاجروا بيها زي ما بيتاجروا بناس كتير، لان الموضوع معروف عندنا هنا في مصر، في حد بيلبس كذا بعد كده تجيبه بعد كده تحطه وبعد كده توديه في اطار معين بعد كده تحبس اللي بيتكلم في الكلام ده في الفيديو. بص يا باشا، انا اساسا شايف ان حنين حسام غلطان، وشايف ان حنين حسام تستاهل اللي انتوا بتعملوا فيها، بس يعني ما فيهاش اي حاجه يعني لو عملت ان انت ما شفتش الفيديو بتاعي وما شفتش اي حاجه انا بقولها، لان انا بكلمك على حاجه واحده، على ان حنين يعني طالما احنا هنعاقبها بالاسلوب ده، طب ليه سايبين احمد سبايدر وسايبين امين صبري؟ يا ابني وانت في مشكله بينك وبين امين صبري؟ لا بس انا بكلمك طالما احنا بنخاف على الاخلاق والكلام ده، طب ما نروح نشوف الناس اللي بتخبط في الدين والناس اللي بتكفر الناس والناس اللي هم بيدعوا الناس لعبرة الشيطان والناس اللي بيدعوا الناس لحاجات تانية في مذاهب كتير، طب ما نروح نشوف الناس دي.
ما هو الناس دي عندها الناس دي مسنودة. طب حنين؟ لا دي غلبانة، بس يبقى حلال عليها. علشان كده بقول لك انا بكره البني ادمين الاغبياء، علشان يا بنتي انت مالكيش ظهر وما فيش اي حد يعرفك غير ابوك وامك، وطلعت تقول ابويا راضي عن اللي انا بعمله. خلاص بقى البسي، شفتي مواد اتقبض عليها في ربع ساعة طلعت. يعني الله يرحمك ويحسن اليك، يعني هتوحشين والله، وهتوحشي الناس اللي هي كانت شايفاك ان انت مشروع كويس في البني ادمين اللي هم اغبياء، والبني ادمين اللي بتعمل عليهم رياكت، والبني ادمين اللي ممكن تقعد تتريق عليهم لمجرد بس ان هم فاهمين، ان هم فاهمين كل حاجه وهم عباره عن اغبياء، غبائهم ودانهم في 60 داهيه. بص انا عارف ان المبلغ اللي اتعرض عليها اكيد مغري، بس انا عارف برضو ان الطريقه اللي اتعاملت بيها مع العرض هي ودتها في 60 داهيه. يا رب كمان الفيديو محدش يشوفه ولا حد يعمل لايك ولا سبسكرايب، علشان لو الفيديو اتشهر انا احتمال اغور في 60 داهيه بعيد عن هنا، واكون انا كمان من البني ادمين الاغبياء اللي ابويا كان بيقول عليهم.